العالمين. احبائي واعزائي متابعين قناه ريفير ماشين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله النهارده هنتكلم مع بعض وبناء عن صديقه القناه اللي قالت لي هي مش عارفه تلضم المكنه الاورليه، عايزه تعرف من تحت اللضمه ازاي. المكنه الاورليه هو حوالي 3 انواع واربع انواع. انا اعرفكم على 3 انواع في اللضمه بتاع المكنه الاورليه. اول حاجه المكنه الاورليه ده هي عايز تعرف اللضمه اللي تحت، كل اللي هنا هتتاكد عنه، كل ده مفيش مشكله منه، هي عايزه تعرف بس من هنا بتلضم ازاي الحته دي اللي عندها مشكله. في مكن اورليه احنا بعد ما بنيجي من هنا كده زي ما انتم شايفين بنلضم فتحه هنا وبتكون في النص بين دي، دي هنا في فتحتين اهي، بتكون في الفتله تعدي في النص زي ما انتم شايفين كده، وبعدين تيجي الفتحه اللي هنا، يعني اول حاجه الفتحه اللي هنا وبعدين تعدي في النص وبعدين تيجي هنا. ما ينفعش بعد ما تعمل هنا تجيبها من تحت خالص او تجيبها من فوق، غلط. لكن لما تعمل الفتحه ديت هتدخلها في نص الفتحه دي كده، وبعد كده تجيبها من الفتحه اللي هنا، وبعد كده بتمشي على الايه، بتمشي على الفتحات دي زي ما انت شايف كده لغايه ما توصل للوبر. دي اول واحده ودي الايه ودي السروبه. نجيب الايه الثانيه، تعالى كده عم. دي المكنه الثانيه ودي زي اللي عندها بالظبط، دي زي اللي عندها بالظبط. انا هفتح ده عشان ابينها قدام حضراتكم. دي زي اللي عندها بالظبط. بصوا بقى اول حاجه احنا بنعمل ايه، شايفين ده كده بندوس عليه، تقوم العربيه دي جايه عليا، لما ندوس عليه اقفلها تاني اهو، بندوس هنا كده، بندوس هنا عشان العربيه ديت، بندوس هنا على ده كده عشان العربيه دي تيجي عليا. شوفوا انا لما ادوس هنا ايه اللي هيحصل، كلها اجت عليا اهو، هرجعها تاني، هرجعها من هنا اهو، هدوس تاني اقوم دايس من هنا كده عشان تيجي عليا، تمام. اللضمه زي التانيه بالظبط اهي، وبعدين بننزل بنيجي هنا برضو نفسها، هنا في فتحه هنا اهي، لكن المشكله هنا اللي في ناس بيجوا هنا يجيبوا الفتله دي من فوق، من فوق ديت، لا غلط، ما تبقاش فوق دي، تبقى من تحتها، من تحتها، من تحتها هنا زي ما انتم شايفين المفاتيح. وبعدين نيجي هنا تاني وهنا. المشكله في المكان ده اللي الناس يا جماعه بيجيبوها تحت السلكه ديت، شايفين السلكه ديت، السلكه دي بيجوا من تحتها او بيجيبوا من فوق الحته ديت، من فوق هنا غلط ومن تحت السلكه ديت غلط، شايفين السلكه دي من تحتها كده غلط، هي بتقف في النص بينهم، بتبقى في النص بينهم، تمام. ده اللي ايه، ده النوع الثاني. هنيجي بقى على النوع الايه، النوع الاخير هو ده النوع الثالث يا جماعه، برضو نفس اللضمه من هنا نفسها، وماشيه بتخش هنا كده وبتنزل من هنا. لكن دي بتلضم ازاي؟ هنا في زرار اهو، المكنه دي بجاسوس، هنا في زرار اهو بنرفع وبنلضم من هنا، المفروض هنا كده في حديده، المفروض هنا كده في حديده، الفتله بتعدي برضو منين؟ من النص بينهم، ما تعديش من تحت ديت وما تعديش من فوق، بتعدي في النص ايه؟ في النص بينهم. لكن الفكره كلها هنا اللي السوسته ديت، دي المكنه اللي هي البجاسوس اللي هي الميديم سلندر. دي الميديم سلندر. يبقى ده الفرق بين الميديم سلندر وبين المكنه الايه وبين المكنه الايه البوكس، ده الفرق بينهم، تمام. لو في اي حاجه، لو في اي حاجه اكتبوا لي في التعليقات، وان شاء الله باذن الله هعمل كل اللي هتطلبوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.